السلام عليكم، معكم المنور غزلان بنت المرحوم المنور علي اللي توفى نهار 2 في الصباح. الوالد ديالي كان كيعاني بانه جم الحمام ضربوا البرد طلعت السخانه، بقات الحاله ديالو كتطور. قلنا ليه نمشيو نديوك الطبيب، دينا للطبيب الاول عطاه الدواء شربو ما دار ليه والو، الطبيب الثاني عطاه الدواء شربو ما دار ليه والو، الطبيب الثالث دار لي التحليله ديال كورونا ديال الدم، قالنا ما عندناش كورونا. صافي حنا قلنا نيسنا ما عندوش كورونا، مشينا ديناه في المستعجلات ديال فردوس كلينيك الفردوس. كيما وصلنا ليه السيد ما قادش ينوض تم بلاصه، ما قادش يمشي حتى في الطريق، دينا غير في كرسي. ملي وصلنا قالك ما نقدرش نشدو، هاد السيد فيه كورونا، يعني حكموا عليه بانه فيه كورونا قبل ما يعالجوه، قبل ما يشوفوا تحليله، قبل ما يشوفوا حتى شي حاجه. قالك ما يمكنش نشوفوه، يعني بحال التجربه ديالهم هما. قالنا خاصكم تمشيو للسبيطار اللي تابع العمله ديالكم. مشينا في الليل السبيطار ديال مديونه، ما بغاوش يشدوا لينا، قالك دابا ما نقدروش نشدوه. قلنا ليه شوف ديروا لي غير الاكسجين، عتقوا السيد لانه دابا ما قادرش كيطلع النفس، ما قادرش يتنفس، يعني شدوا هذا السيد ديروا ليه الاكسجين. قالك ما عندنا لا اكسجين، ما عندنا حتى شي حاجه، دابا ديو السيد ديالكم الاب ديالكم حتى الغدا وعاودوا جيبوه لينا. هذا السبيطار ديال مديونه، ديناه نهار الاربعاء في الصباح للسبيطار ديال مديونه، دخلوه داروا لي الاكسجين عطاوه لينا. ملي خرج عندنا بالطوموبيل قلنا ليه واش قاد تنفس، قالك باقي يا بنيتي كيف ما كنت ولكن باقي كيوقف على رجليه. عاودت عيط لذاك الطبيب الله يجازيه بخير، قلت له خويا راه الاب ديالي راه باقي ما كيتنفش. قال لي اري لي ندير ليه سكانير، دخلوا دار ليه سكانير خرج عندنا. قال لنا ودي السيد الاب ديالكم الريه ديالو ولات بيضاء، عنده حاله كورونا. واش خرجت التحليله؟ باقا ما خرجتش التحليله، التحليله حتى الغد يعني يومين، ولكن داك النهار اللي داروا لنا السكانير قالنا الاب ديالكم راه عنده كورونا. بات عندهم الوالد ديالي داك النهار يعني في حاله يرثى. بالغد الوالد ديالي نهار الخميس الصباح عيط ليه، قلت ليه الوالد واش وليتي شويه؟ قال لي يا بنيتي ما كاين ما شويه، راني ما قادش نتنفس، ما قاد حتى شي حاجه، يعني شوفوا شي حل ديروه ليا. انا قلت نقد الوالد ديالي ندي الكلينيك ديال الضمان الاجتماعي للوالد ديالي شحال من عام ومضامن معاهم في هذا الكلينيك، يعني قلت ما ربانا هاد الناس غادي يكون عندهم داك القصام اللي قسموا لنا بالولا تكون عندهم في قلبهم الرحمه. خرج عندي الطبيب ديال مديونه قال لي شوفي يا بنتي الاب ديالك ما عندناش حنا الانعاش نهائيا، راه كنعيط على السبيطارات كاملين كنقلب لي على شي بلاصه ديال الانعاش ما لقيتش الانعاش. الوالد ديالك قلبي لي على شي سبيطار اللي يكون فيه الانعاش، قلت لي اعطيني با ندير قلب لي على شي سبيطار فيه الانعاش. قال لي ما نقدرش نعطيه لك الا ما جبتي لي لومبيلونس والطبيب من حقه. خاف خاف الاب ديالي توفى. مشينا حنا كنجريو كنقلبوا الكلينيك، مشينا قالنا ما نقبلوهش، مشينا الكلينيك قالنا ما نقبلوهش، مشينا الكلينيك. مشيت قلت لخويا عاد اش دير، يلا نمشيو للكلينيك الزراوي راه كيقولوا غيشدوه. لا ما نبقاو نعيطوا في التليفونات، يعني كتعرف مسافه ما بين مديونه حتى الانفا، يعني الطريق كاينه وكاين الزحام، يعني حنا بغينا غير نمشيو نقدوا الوالد ديالنا. وصلنا للكلينيك الزراوي رجع عندنا السيكوريتي قلنا ليه عندنا واحد حاله كورونا، الوالد ديالي بغى الانعاش. السبيطار ديال مديونه كيقول لك ما كاينش الانعاش، وكيقلب كيلقى الانعاش حامر. كلينيك اللي مشينا عنده كيقول لك ما نشدوش، يعني حنا ولينا بغينا نخلصوا رزقنا على الوالد ديالنا ولكن ما لاقينش فين يتعالج. واخا كاينه المستشفيات الخاصه ما كاينش المراقبه، كاين الاهمال، ما كاينش العلاج، القسم اللي كياديو غير كياديو القسم هكاك وما كاينش النزاهه ديال الطب. مشينا للسبيطار ديال الزراوي، دخلنا عندهم قلنا لهم الاب ديالنا كاين وكاين، قال لك ما يمكنش. والسيد في الموت، قلت له خويا با راه في حاله خطيره، كيقول لك الطبيب حاله خطيره، يعني شوف كيفاش دير لي باش ندي للكلينيك غير يتنفس يدير الاكسجين وديك الساعه نقادوا الوراق. وهما كيسبقوا الاجراءات على الحياه على الارواح ديال الشعب ديالهم، كيسبقوا الاجراءات هي الاولى. قال لي لا ما يمكنش، تقريبا اكثر من ساعتين، اكثر من ساعتين اللي ضيعنا، وعاد نشوف الطريق اللي من المديونه والطريق عامره والزحام. عاد جابوه لينا، بقينا نتسناو وما جابوه لينا الكلينيك ديال الزراوي حتى للستة. عاد جابوه ودخلوه، حنا ما شفنا ورق ديال با، ما شفنا سكانير، ما شفنا تحاليل، لحد الان ما شفنا حتى شي حاجه ما شفنا. قلنا اوكي دابا كلينيك داخل لي الوالد ديالي، يعني هذا الكلينيك ديال التضامن الاجتماعي، يعني ممكن الوالد ديالي غيكون هنا في يعني حاله زوينه. النهار اللي دخلت الوالد ديالي عيط لي قلت لي با واش داروا لك شي دواء ولا شي حاجه؟ قال لي يا بنيتي باقي ما شافني حتى شي حد، ما دخلوا عدو حتى 12 الليل، قال مع الساعه العشيه ما دخلوا عدو حتى 12 الليل. عيط لي قلت لي الوالد واش داروا لك شي حاجه؟ قال لي يا بنيتي راه انا باقي. قلت لي واش داروا لك السيروم؟ قال لي داروا لي السيروم وداروا لي غير الاكسجين العادي صافي وخلاوني. الغد مع الصباح مشيت انا ديت لبا الفطور، مشيت انا مع 12
قلت عيط لبا قلت لي واش جاو عندك، قال لي بنيتي باقي ما جا عندي حتى شي حد. بقات هكاك كنعيطوا ليهم، عطاونا واحد الرقم نعيطوا ليه، ملي كنكثروا عليهم الشكوى كيبلوكيو النمره الاولى، بلوكاو لي انا جوج نوامر، بلوكاو الخويا جوج نوامر، خويا الاخر النوامر ديال الدار كلها درنا عليهم باش كيجاوبونا فيهم. المهم المستجد في هذا الشيء كامل، عيط لي الوالد ديالي، هو التسجيلات كلهم كاينه في التليفون الابيل بيني وبينه، قال لي يا بنيتي دخلي يا بنيتي عتقيني غسلي لي هاد الحاله بهاد الهضره، كيهضر معايا التسجيل كاين، غسلي لي يا بنتي انا هاد الحاله راني مكرفص، راني كلشي دايره في حوايجي، غسلي دخلي عغسلي لي. عيطت لهم واخا واخا حتى حد ما جا نهائيا. مشيت انا تما كاين كنغوت عليهم، عاد وجات المسؤوله ديالهم قالت لي اشنو باش كطالبي، قلت لها الوالده كاين، قالت لي واخا انا غنبدل لهم، يعني كنكونوا هنا في السبيت وكنمشيو حتى الان فكنمشيو نتجاراو على قبل التليفون، ما كيجاوبوناش ولا كيقول لك واخا واخا وما كيمشيوش كيتعاموا. شي شويه الوالد ديالي بالغد عيط ليا قال لي يا بنيتي قولي لهاد الناس يعتقوني، جريوا بنتي الا لقيتو ما تجريو، انا راني غنموت هنا قول لهم يعتقوني. شي شويه كيعيط ليا وكيقول لي قول لهم جيو جمعوا ليا هاد الدنيا، البنان مقشقش عليا، الماكله كاينه حيت كيمولهم رحال موجوده الماكله، ولكن باش غيعطيو لذاك السيد الماكله فمو ما كيعطيوهاش ليه. قال لي قولي لهم يا بنيتي جمعوا لي عاد الغرفه اللي انا فيها، المانط مليوحين في الارض، الحوايج اللي جايبين لي مليوحين في الارض، الماكله مقشقش على الناموس. قلت له بوش ما كتاكلش؟ قال لي يا بنيتي انا لا نط الطواليت ما كنرجع لبراسي، ما كترجع فيا النفس بالاوكسجين، ما كترجع لي على ساعه، كي غندير نقدر تناكل. قلت له واش ما كيعطوكش الماكله؟ قال لي لا. قلت له السيروم؟ قال لي حيدوا لي. عيطت لهم قلت لي اختي على ديروا لي السيروم، قالت لي الطبيبه قالت ما كيحتاج السيروم كياكل. قلت لها اختي راه ما كياكلش، الا ما مديتيش لي الماكله لفمو راه ما غاديش ياكلها. واش السيد ناعس خاطر ما قادش يتحرك، الطواليت ما كيقدرش ينوض ليها، مسكين حوايجو غتسخم وكتقول لي غينوض ياكل. قالت لي واخا. شي شويه كنعيط لهم كنطلبهم كنقول لهم الله يستر عليكم، الوالد ديالي محصور من البول وما كيقدرش يبول على حوايجو ما كيقدرش ينوض، ديروا لي على الخنشه. ثاني بالطليب وبالرغيب وبالتعيط وبالتعيط عاد داروا لي الخنشه. شي شويه كيعيط لي الوالد ديالي الغريب في الامر، كلينيك على قدو ما فيش قرعه الماء، الا ما فيش قرعه الماء يهزوا كاس. مشينا دينا ليه الماكله والحوايج مع السات العشيه، رجعنا هنا حنا قلنا مكلي الماء غنديوش الماء، يعني راه ممكن كيعطيو الماء، ما طاحش بالي بانهم غيدخلوا الماء. عيط ليا قال لي وا بنيتي واجي عيط على هاد الناس عتقوني عتقوني بكاس الماء، كلشي مسجل. قلت لي با ماك ما عندكش الماء؟ قال لي بنيتي ما كاينش. عيطنا ليهم، عيط لاخويا قال لي اختي، عيط لها انا قلت لاختي الله يستر عليك، قلت لاختي الله يستر عليك عطيه كاس الماء، قالت لي واخا واخا. عاودت عيط لي قلت انا بلا ما نمشيو ثاني من السبيت تيطمن ليلة الأربعة غنسولو. عيط لي ابا قلت لي واش عطاوك الماء؟ قال لي بنيتي طلعت عدي. وقلت لها بنيتي عطيني جيبي لي شريبه، قالت لي واخا واخا ما شتهاش الان. قلت لي والسيروم؟ قال لي جا الدري كيصايب لي السيروم كيقادو ليا، جاه تليفون خلاهم حطوط هكاك ومشاو خلاه. قلت لي دق عليهم يعطوك الماء، قال لي كندق كنشير حتى كنعياو والو. ابنيتي الله يدير ليا شي تاويل. قلت لي ما طلعتش؟ قال لي ما طلعتش. هز خويا التليفون عيط لها قال لها اختي عطيهم قرعه الماء، قالت لي ما عندناش الماء. وانا نقول خويا نوض نتجارى وغادي كنجريو 30 كيلومتر باش نوصلوا للوالد ديالي الماء. ملي وصلنا ليه الماء عاد خداو من عندنا الماء عاد طلعوا عاد داو ليه الماء. ملي وصل ما دايرينش ليه الانعاش، دايرين ليه داك الاكسجين العادي والصمطه مزيره عليه مسكين، قال لي مقجوج. قلت له با عيط ليهم يجيو يقادوا، قال لي عييت معاهم باش يجيو ديك الصمطه يرخفوا عليا، ما بغاوش يرخفوا. دابا انا الوالد ديالي شكون اللي غيردوا ليا الاكسجين؟ ما لقيتوش المغرب كامل، كازا كلها درت على قبل الانعاش ما لقيتوش. انا ما كنطالبهمش يعوضوني با، انا كنطالبهم يتعاقبوا بالاهمال. الله هو اللي عطانا عطانا الوالد، والله عز منه، والله بغاه، والله اللي عطاه لينا، والله اللي داه. حنا ما كنهربوش من رحمه سيدي ربي، ولكن كنطالبهم بالاهمال. نهار الوالد ديالي اللي تزاد مكتوب عليه نهار اللي موت، ولكن قتلوه بالاهمال، بالاهمال. ما بدلوا ليه، ما يغسلوا ليه، ما يعطيوه الدواء، ما حتى شي حاجه.